احتشد المشجعون الإيطاليون لتشجيع منتخبهم على الفوز في اللقاء الدولي الكبير، والمدرجات مليئة. الإغماء بهذه السرعة، ليس الحر هو السبب بل التشويق أو السباغيتي. الأمير آرثر كنوت يصافح أولا أرسنال، عفوا إنجلترا بالقميص الأبيض، ثم المنتخب الإيطالي. في إنجلترا جرت أحداث كأس العالم بدون اهتمام، لكن حين وصل الإيطاليون إلى لندن بعد 5 أشهر من إحرازهم كأس العالم اعتبرت هذه مباراة القرن، وقد عرفت لاحقا بمعركة هايبري مع ثورة الأعصاب. وفي الدقيقة الثانية تقلص المنتخب الإيطالي إلى 10 بسبب إصابة أورسي. 3 أهداف في أقل من ربع ساعة، وهي صدمة قوية لأبطال العالم بكرة القدم. رد الإيطاليون رغم خسارتهم بهدفين مقابل 3، لكنهم اعتبروا أنفسهم الفائزين أخلاقيا. أحسنت إيطاليا المحاولة.